تي هما حيدوه لي البنات بقاو عند باهم، تما البنات تعقدوا باهم عنده داك المرض وعيطوا عندهم داك المرض، البنات تعقدوا ولاو مرضين كامل، كانوا عايشين مع عمهم وكيضربوهم كيتكرفصوا عليهم، والبنات كيكبروا معقدين كيكبروا مكرفصين. انا اللي محنا معاهم، انا اللي كنصرف عليهم، انا اللي رافداهم في المرض، انا اللي رافداهم في المصاريف في الكلف، كلشي انا اللي هزاهم، تكراو والمصاريف واش نشريهم الدواء واش نكري واش، هانتا كتشوف حالنا كي داير. باهم مريض بهذا المرض، هما مريضين به، عندهم مرض نفساني جوج بيهم كيشربوا الدواء. السلام عليكم المغاربة، كنشكر المغاربة وربي يحفظنا المغاربة ويحفظنا ليهم كاملين إن شاء الله، وخد المقدمين اللي قدمونا إن شاء الله. عندي جوج بنات مراضين بجوج، ايوا وكنخدم على الكرا، واش غادي نخلص الكرا واش نصرف عليهم بجوجات، عندي جوج بنات مراضين، وكنشكر المغاربه ويحفظ المغاربه ويحفظنا ليهم كاملين ان شاء الله، وشكرا كنشكرهم بزاف. عندهم مرض نفساني بجوجات، عندهم مرض نفساني بجوجات بهم، هذا الشيء خويا شافين في باهم ولا ما نعرف، باهم مريض بهذا المرض هما مريضين به، عندهم مرض نفساني جوج بهم كيشربوا الدواء. لا حتى كبروا عاد بداهم هذا المرض، حتى كبروا هما في السن، ملي كانوا صغارين ما كانش فيهم حتى كبروا ما حسن عاد بان فيهم داك المرض النفساني. هادي عندها فقر الدم ومرض نفساني، الاخرى عندها غير مرض نفساني، حتى كبروا عاد فيهم يعني داكشي وراثي. ايوا انت كتشوف الكراو والمصاريف واش نشريهم الدواء واش نكري واش، ها انت كتشوف حالنا كي داير. لا ما كانوا كيدوش غير هما كيمرضوا كيمشيو للطبيب كيقول لك عندهم مرض نفساني، ما كي كيديروا حتى حاجه، ما غير ملي كبروا بان فيهم داك المرض، يعني بحال باهم بصح، وحتى هو باهم عندهم مرض نفساني، داك المرض النفساني هما راه عندهم هكذاك حتى كبروا، حتى كبروا شويه في السن عاد هو بان عندهم داك المرض. ايوا انا كنخدم، واخا كنخدم الخدمه ديالي ما كتقدميش يلاه في الكراو والمصاريف ديالهم هما، هادشي اللي كاين الدواء ديالهم همايا، انا كنخدم في شي دار. ايوا المصاريف اخي هذا كاريه ب 13، شنو كيبقى لي والو، واخا كنخدم ما كيبقى لي والو. واه الاخر سميتو هادشي اللي كان اخي، واخا كنخدمو كنخدمو غير على الكرا، الدوايات ما كيبقاش شي، كيبقى شي على الدوايات، كنخدمو على كتعرف المصاريف والكرا والمصاريف والمرضى وكلشي. اه بيت واحد كارين، واه بيت واحد 13، كنخلص 13000 ريال، كنخدمو غير كنخدم، كنخلي كنجي نخلصها، ولا عندي الدويات باش نشري الدويات للبنات ما كاينش، فهمت دابا الكرا كنخلصو، ولكن خص الدواء للبنات والدواء ديالهم كيتخام غالي، فهمتي هو الدواء ديالهم باش يدوزو باش يشريو الدواء، الدواء ديالهم كيتخام غالي. ايوا التدويزه كيدوزو هكداك ب 3000 و 600، والدواء كاينه غير الكينه اللي كتسوى 3000 ريال، كاينه الكينه اللي كدير 4000، كاينه اللي كدير 100 درهم. ايوا هادشي ما كطبلا اخي، المكاتب هادشي ما كطبلا، كلشي المكاتب هادشي ما كطبلا. انا اللي محنا معاهم، انا اللي كنصرف عليهم، انا اللي رافداهم في المرض، انا اللي رافداهم في المصاريف في الكرف، كلشي انا اللي هزاهم، تيحم الله سبحانه وتعالى، نتمنى والله يحن على كل واحد. لا لا باهم اللي تفرقنا انا وياه وجوج مرا اخرى، وديك الساعتين حتى هو ولا مريض داك المرض، حتى هو ولا مريض، هو كان طاح من شيكار وهذيك هي صافي، ولا ني داكشي عاوتاني، هو عايلتو ني اصلا عندهم داك المرض، عايلتو هو كلشي عندهم مرض نفساني، حتى هو هكداك لا وراثي هو عايلتهم كلشي عندهم داك المرض، لا عمتاتهم ولا عمهم ولا باهم، باهم كاين جهة تاهلة بعيد خارج على حس جهة تاهلة. لا لا مكيسولش، واخا كيسول ما عندوش ما يعطي ولا ما يدير، فهمتي هو محالوش ما عندوش ما يعطي ولا ما يعطي شي حاجه. ايوا خويا كندوزو باش كتب الله، باش كتب الله كندوزو هادشي اللي كاين، تيحم الله ندوزو بداكشي باش كتب الله، حنا مدوزين والحمد لله ونشكره اللهم لك الحمد. كاينين خمسة باش رحنا،
خمسة باش رحنا، كنا كان كريو 16، كان كريو 15، كان كريو، ولكن تغلبنا بزاف. دابا ملي كنشري الدوايات بجوج البنات تغلبنا، رجعنا لهذا البيت. اش غنديرو؟ انا كنعس هنا وهادي كتنعسني والاخرين كنعسهم، انا شنو غندير؟ عندنا ما نديرو، كون هجبرنا هذا البيت هذا يكون ديالنا. اجي وين هنا باش تهضري شويه؟ انا تغلبني العطش ماشي. ايوا اش غنديرو؟ ما عندنا ما نديرو، هادشي ما كتب الله. ايوا هادشي ما قدر الله، هادشي ما كتب الله. ايوا اش غندير؟ ما عندي ما ندير. مرضات البنت الاولى عاوتاني، مرضات البنت الثانيه فقر دم ومرض نفساني عاوتاني. اش غنديرو؟ ما عندنا ما ندير، هادشي ما كتب الله. واخا معيشه غاليه حنا كنتكونو حتى يحمد الله سبحانه وتعالى. دابا ملي تفارقنا انا وباهم، البنات بقاو عند باهم، فهمتي؟ هما حيدوهم لي، البنات بقاو عند باهم. تما البنات تعقدوا، هما باهم عنده داك المرض وعائلته عندهم داك المرض، البنات تعقدوا ولاو مراضي كاملين، فهمتي؟ البنات بقاو عندي حتى واحد المدة عاد ولاو عندي انا، حتى كانوا كبروا، حتى كانوا عيالات عاد البنات ولاو عندي انا يا عاد، حتى كان ولا فيهم المرض، فهمتي؟ كانوا عايشين مع عمهم كيضربوهم كيتكرفصوا عليهم، والبنات كبروا معقدين، كبروا مكرفصين. حتى البنات كبروا عاد هما رجعوا عندي انايا، فهمتي؟ ما كبروش على يدي انا في الاول، داكشي باش هما والله والبنات مراضين. يلا مالك الحمد، هادشي بك. انا مشيت دعيت وحيت البنات، حيت البنات رجعوا عندي. ملي جبتهم معقدين مراضين، فهمتي؟ كانوا عمهم كيضربوهم وعمتاتهم كيضربوهم وتكرفصوا عليهم. راه كتعرف الام اللي كتفرق على الاولاد، تما هما البنات كبروا مراضين، فهمتي؟ ايوا ما بغاوش يعطيهم ليا، ما حيدوهم ما بغاوش يعطيهم ليا، وانا خليتهم. ونيت انا حتى عائلتي نيت ما يقبلوهم شي، ما بغيتش يقبلوهم عائلتي. حتى دخلت انا المدينه، ملي دخلت انا المدينه ديك الساعتين عاد انا حيدت لهم ولادي، رجعوا ولادي عندي انا، فهمتي؟ يعني الولاد ما كانوش عايشين معايا، كانوا عايشين مع باهم. حتى سكنت انا في المدينه عاد هما رجعوا يسكنوا معايا. انا جبت الولاد، جبتهم بالمخزن ماشي جبتهم غير هكا، فهمتي؟ ايوا نتمنوا الخير مع المغاربه ان شاء الله. اللي بغى يعاوننا ويدير فينا الخير راه كيشوف ربي يكافيه، واللي ما يعاون شي ربي يكافيه. بحال بحال كاين اللي يعاون كاين اللي معاون، بحال بحال. شكرا اشكال المال. واخدينا داكشي اللي كتب لها هذا الجاره الفوقيه اللي عطاتها لنا. لا لا انا ما خديناش القفه، غير هاد المره هادي عاونتها، يمكن عاونتنا من دارها ولا ما نعرف. باش نقول احنا ما شدينا حتى شي قفه. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.